السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. النهاردة بنتعلم مع بعض طريقة جديدة جدا 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 عن الصيد بالعجين، ومثل ما عودناكم كل جديد معنا على قناتنا، على قناة الصياد العربي على اليوتيوب. جهز عجينتك مثل ما تحب مثل ما تحب، بس خلي عجينتك مثل ما انت شايف تكون عجينة يابسة، مش تكون عجينة مايعة، يابسة يابسة. وإيدك تطلع نظيفة، إيدك تطلع نظيفة، دي معناها إن عجينتك مستوية. حط عليها اللي نفسك فيه، اللي نفسك فيه حط. يعني أنا بحب لما أعجن عجينتي أحب أعجنها بمية بتاعت علبة التونة، مش زيت التونة، المية بتاعت علبة التونة تكون فيها مية، بصفيها واخد المية. والتونة اللي عيالي بياكلوها، أهم شيء مية التونة بتاعتي زفرة حلو. بتحط خميرتك، بتحط سكرك، بتحط كركم، بتحط فانيليا، في ناس بتحط حلبة. حط اللي نفسك فيه، المهم عجينتك في الآخر تطلع بالمنظر اللي انت شايفه ده. هنيجي للمرحلة اللي بعد كده، ودي هتصدقوني محدش هيقول لك على الأمور اللي أنا بعملها دي، وفعالة جدا لصيد لشعوم الأحجام الكبيرة اللي ما فيهاش دلع. أنت بتقدر على سن المدار بتاعك، أنا دايما بحب أخلي الحجم يكون بهذا الشكل، عسى الله يكون مبين وظاهر. هنجيب قطعة من الشاش، قطعة من الشاش، وهتجيب العجينة بتاعتك تعملها كورة، هتحطها في أول عشان أنت مش تهدر كتير في وأنت بتعمل الشاش أهو، وتضغط وهكذا. انتهت؟ لا لسه. هتجيب الإبرة بتاعتك، هتجيب الإبرة بتاعتك، هتروح جاي حط الإبرة أهو اهو اهو، وتروح ماسك الطرف اللي هيطلع بس بايدك ايه، بايدك التانية نفس الصبع معايا كده، وابدأ لف. انسى بقى الابرة خلاص، ابدأ لف ابدأ لف ابدأ لف، وتروح جاي عامل العقدة الكذابة بتاعتك اهي هنا اهو اهو. واضحة يا عمرو؟ ايوه كده واضح. ايوه بقول لك انت يعني نعملها التصوير واضح. مرتين. حاضر حبيبي. عملناها مرة اتنين تلاتة براحتك، وفي الآخر الحتة اللي كنا مسكناها بصابعنا هنيجي ايه نربطها مرة أو مرتين على هوانا للتأكيد على إن شغلنا تمام. اللي احنا بنعمله ده عمر ما حد هيقول لك عليه، حط اللي نفسك فيه، أي شيء يجذب لك السمكة، سمكة الشعوم اللي هي الدنيس، جميع انواع الاسماك والله بلا استثناء بلا استثناء، ما عدا مثلا الكنعد اللي هو الدراك والدويلمي اللي هو ساعدوني الباراكودا. طبعا هو بيحتاج الاسماك اللي احنا ذكرنا اسماء، وادي واحده كمان وهكذا. بنستمر بناخد، ممكن اعمل واحده صغيره، اعمل واحده كبيره على حسب الحاجه. انا عندنا بالكويت طبعا سمكه الاسبيطي معروفه، دي قاتلة قاتلة للمزيزي وللسبيطي، بيضرب عليها بطريقة ممتازة. طبعا شوفوا احنا لما طلعناها اهي بالمنظر، تيجي انت تركبها بالمدار تشكها بالمدار عادي ولا يهمك شيء، ما بتطلعش غير بسمكة. اذا استخدامك للشاش بيحافظ على العجينة بتاعتك من انها تنهري من المياه، من انها سمكة النويتش تاكلها. بنعمل معكم كمان مرة. تعبت يا عمرو؟ طب معلش اصبر شوية. طب استراحة. لا مفيش استراحة، عيب انت راجل. اهو حطينا العجينة في الشاشة بسرعة اهي عشان عمرو تعبان، عشان تعرفوا ان هي سريعة هوريها لكم بسرعة لفتين اهو بسرعة. كل شيء مع التعود هتلاقي شيء بسيط. وانت قاعد في شغلك بتمسك الطرف اللي في الاخر اهو، وتبدأ تسيب الإبرة وتبدأ تلف اهو 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 اهو. ثبت ايدك يا عمار، ونروح جايين عاملين ايه الرابطة الكدابة بتاعتنا اهي. خلي بالك الإبرة شكتني،
فانت احرص على انها ما تشكك. طبعا انتوا الصيادين معظمهم رجاله ما شاء الله، وطبعا طول اليوم يشكنا سمكه، تشكنا المدار اللي هو السن السنار الى اخره. يعني هي مش باينه عندك يا عمرو؟ باينه، ثبت ايدك. الناس بتزعل بعد كده، يقولك التصوير مش باين. ينفع يا عمر؟ وهكذا ربطنا، واجيب المقص بتاعي وفعالة، بجيب المقص اقص عادي، ممكن اقص عادي كده، وبعد كده اشيل الزوايد براحتي اهو، اشيل الزايد كده عشان ايه، دي كله مش في صالحك، الزوايد دي مش في صالحك. والناس الصيادين عارفين ان الامور هذه مع الاسماك الذكية مثل السبيطي وهكذا بيخافوا وبتضايقوا من مثل هذه الاشياء. طبعا احنا هنسكر الفيديو لان عمرو حبيبي بدأ ايه يعني يمل ويكل، مثل ما انتوا شايفين هذه ما اخذت معي يمكن يعني ربع ساعة، لو انت عملت لك مثلا طالع بكرة. وطبعا عجينتنا اصلا يابسة، العجينة نفسها يابسة وحلوة مثل ما انتوا شايفين، يعني العجينة بنفسها ماسكة. بس انت احيانا يكون عندك امواج شديدة، احيانا يكون عندك انويتش، انويتش يعني السمك الصغير اللي بينتش الطعوم، دي بتكون فعالة في الحفاظ على عجينتك، بتصيد صيد محترم، بتستريح. اهم شيء في الصياد انه يدور على الطعم اللي يريحه، مش كل شوية يرمي روبيانة اللي هي الجمبري او المهم بتتاكل بسرعة بسبب النويتش السريع. لا قدامك طريقة جميلة، ما بخلنا عليكم بشيء. وطبعا العجينة كيفك انت، سويها مثل ما تسويه، حط عليها اللي نفسك فيه، اللي يخطر ببالك حط في عجينتك تطلع لك. حتى شوف انا عجينتي، يعني احنا لو حطيتها على المدار بهذا الشكل ماسكه فيه، ماسكه في المدار ما شاء الله، حتى انا لسه ما بسيتها، يعني تطلع لك العجينه ما شاء الله لا قوه الا بالله، متماسكه. حتى لو رميناها بميه قدامكم ما هتنحل بالميه. ونشوفكم على خير في فيديو اخر، وشكر. ولا تبخل، مش بقول لك علينا باللايك والشير والسبسكرايب، لا لا تبخل علينا بالدعاء ان صدت سمكة، فعسى ان تكون لنا اجرا يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأسف على الإطالة، كان معكم قناة الصياد العربي على اليوتيوب. السلام عليكم.